شرف فيكم جميعا، اشوف حضراتكم المره. انا عندي طبعا بلح دائما برسم التراث واعداد التقاليد تبعتنا، ببلش عنها مسافات تخطيط فريقين لشعبنا للمواطنين لحياتنا اليوميه. عندنا استعمال الصحاب بتدل على قساوه الحياه ورغم قساوه الحياه، ولكن عندي الخيل والظل، عندي الجمل الصبر، عندي كمان لوحه هون عزبه حكيم خليفه، حبيت ارسم عنده. كنا نيجي زيارات عنده ونعمل سمبوزيوم دولي. عندي هاي زعيطه بيقولوا منطقه زعيطه، اهل العبيدين بيعرفوها، حبيت هاي المنطقه ورسمتها. حتى في واحد من معرضتها في سخنين بقول لي انت راسم هون مستوطني، يعني لفت نظري انه انا راسم مستوطني. قلت له لا، انا برسم ايش الواقع اللي موجود، الحديث والقديم. فحبذا هاي الفكره. طبعا انا عندي هون تقنيات كمدرس فنون، عندي الظل والابعاد والقياسات ان شاء الله بتسكن. احيانا بحبش انا ادخل فيها حتى لا ينظر المشاهد انه هي تصوير. عندي هاي الحيوانات مثل عصافير كذا بتسكن. عندي هاي لوحه رسمتها بالليزر، شبيهه بالليزر ولكن هي تعطي طابع فلسطيني، كنيسه البشاره وقبه الصخره والطبيعه اللي حواليها.